التقرير السنوي للأنشطة الطلابية في معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا خلال العام الدراسي 1435 هجرية و 1436 هجرية. دروس أساتذة المعهد. في يوم الأحد بعد صلاة الصبح يحضر جملة من الطلاب شرح العقيدة الواسطية مع الدكتور عبد الله الحبر حفظه الله. وبعد مغرب يوم الاثنين يحضر الطلاب درسا في تفسير كتاب الله عز وجل مع شيخ الوليد الخضيري حفظه الله. وفي الثلاثاء بعد المغرب يشارك عدد من الطلاب في شرح جامع الترمذي مع الدكتور عبد الله الحبر حفظه الله. وفي مغرب يوم الأربعاء بالتناول بين الدكتور مجدي منصور والشيخ رشيد المحيمد حفظهم الله يحضر مجموعة من الطلاب سير أئمة السنة والفقه. لقاء الخميس مع أساتذة المعهد. لقاء يتم مع أحد أساتذة المعهد بأسئلة عامة عن حياة الأستاذ المحاضر. وقد تم منه لقاء مع الدكتور محمد أحمد العزازي حفظه الله، وكان لقاء نافعا تحت عنوان بين شيخين. ولقاء جمع بين الأساتذة الأستاذ الضوء عوض الكريم والأستاذ عبد الفتاح عبد العال حفظهم الله تعالى تحت عنوان بين النيلين والأرخبيل. كان في إدارة هذه اللقاءات طلاب المعهد. برامج الشاشة. يتم عرض الدورات والمحاضرات والندوات العلمية والثقافية لجميع طلاب المعهد بعد الدوام من الفترة المسائية، حيث أقيمت دورة عن الفتن في ضوء السنة للشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله، وشرح كتاب الورقات للشيخ سعد بن ناصر الشثري حفظه الله. إلقاء الكلمات. برنامج يقام بعد صلاة العشاء خلال يوم الاثنين إلى يوم الخميس، يتقدم فيه طالب ليلقي الكلمة بعد عرضها على لجنة الإلقاء. يهدف هذا البرنامج لتأسيس الطالب من الناحية الدعوية والتي هي من أهداف المعهد، وهذه الكلمة من على منبر المعهد بما لا يزيد على 10 دقائق. وقد ألقيت من الكلمات ما يبلغ على 120 كلمة. بدأت اللجنة العلمية في النشاط مؤخرا برنامج كلمات ما بعد الصلاة، صلاة الظهر لطلاب الصباح وصلاة العصر لطلاب الموازي، وذلك في يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، بهدف إعداد طلاب المعهد لما ينتظر منهم تجاه مجتمعهم في تبليغ هذا الدين وتعليمه. وحرصنا فيها على تعدد المشاركين وجنسياتهم. مسابقة حفظ الأحاديث من كتاب الأربعين النووية. ويقسم المشاركون فيها إلى قسمين، القسم الأول حفظ 25 منها، والقسم الثاني حفظها مع زيادتها 50،
وذلك في 3 جولات، الجولتان الأوليان باختبار تحريري، والجولة الأخيرة باختبار شفهي. وفي كل جولة يختار عدد من الطلاب المستحقين للمشاركة في الجولة التي تليها. مسابقة حفظ 100 حديث من كتاب بلوغ المرام، وقد تمت باختبار تحريري تجاوزت الأسئلة فيه 70 سؤالا. المسابقة الثلاثية، يشترك في هذه المسابقة 3 طلاب في 16 مجموعة، يتم وضع الأسئلة في 10 فنون من فنون العلم، وقد قسم الطلاب فيها باعتبار الجنسيات والجزر بالنسبة للإندونيسيين. المسابقة الكبرى، تمت هذه المسابقة من خلال 3 أمور. الأول حفظ سور من القرآن، وهي سورة يوسف والكهف وقاف. والثاني تلخيص كتاب جهور الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله في الدعوة إلى الله تعالى، الذي ألفته ملكة بنت سعود زيد آل جرة حفظه الله. والثالث البحث في السيرة الذاتية للعالم الرباني إحسان إله الظهير رحمه الله. المسابقات الاجتماعية، مسابقة الطبخ، أقيمت هذه المسابقة بين الجنسيات المتعددة في سكن الطلبة، يتقدم 3 أو 4 طلاب من كل جنسية لتقديم أكلاتهم الشعبية في بلادهم. وقد جهزت اللجنة المواد الأساسية لهم، وكان المقيمون من بعض مشرف السكن. مسابقة المسرحية، يقسم المشاركون فيها إلى 10 مجموعات، تقدم فيها كل مجموعة عرضا مسرحيا لمدة 10 دقائق، ويكون التقييم من قبل الأساتذة. هذا، ونترككم الآن مع هذا المشهد من إحدى المسرحيات التي قدمها طلاب المعهد في جلسات السمر الشهرية. كتب نصها الطالب سفيان شاه الإندونيسي، والتي كانت بعنوان دخول الإسلام إلى إندونيسيا. المسابقة الخماسية بين فصول المعهد، بحضور ومشاركة الدكتور محمد صفاء حقي عضو هيئة التدريس بالمعهد، والدكتور محمد المعتق رئيس قسم الدبلومات، والشيخ فهد الشهراني وكيل قسم تعليم الإعداد والتكميلي. اختتمت بطولة كرة القدم الخماسية بين فصول المعهد، والتي أقيمت تصفياتها في 2 الأحد 1436، والأحد 15 من شهر صفر عام 1436. ونتج عنها فوز طلاب المستوى الثامن موازي بالمركز الأول، وثاني تكميلي بالمركز الثاني، وثالث إعدادي بالمركز الثالث. وفي ختام البطولة تفضل الدكتور محمد المعتق رئيس قسم الدبلوم بتسليم الكؤوس والجوائز للفرق الفائزة.
كما سلم شهادات التقدير للحكام المشاركين في تحكيم البطولة من الطلاب. المسابقة بين الفصلين الدراسيين. أقيمت المسابقة في مجموعة من الفنون الرياضية، وكان المشاركون فيها عدد كبير من طلاب السكن، حيث قسم الطلاب بالقرعة إلى 8 مجموعات، حملت كل مجموعة اسما من أسماء 10 المبشرين بالجنة من دون شيخين رضي الله عنهم جميعا. المسابقة في إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني. كانت المسابقة تتكون من 4 مسارات، وهي يوم الأكل ويوم الشكل ويوم الجري ويوم البالون، وفي كل مسار عدة مسابقات. المسابقة الرياضية الكبرى. أقيمت بين فصول المعهد في ليالي الإجازة الأسبوعية في الفصل الدراسي الثاني، حيث تنافس طلاب الشريعة في الكرة الطائرة، وكان الحسم فيها لطلاب المستوى الثاني بعد أن تقدموا على طلاب المستوى الثالث في الشوط الثالث للمسابقة. وتنافس طلاب الدبلومات والتكميل ورابع الإعداد في كرة السلة، وكان الحسم فيها لطلاب الثاني تكميل باء بعد فوزهم على إعداد رابع جيم. وكانت المنافسة قوية بين طلاب الإعداد في كرة التكرة، واستطاع طلاب إعداد الثالث جيم الفوز بالمركز الأول على طلاب إعداد أول جيم بعد مباراة ظهر فيها النتيجة بينهما. المسابقة قبل الاختبار النهائي. أتيحت الفرصة لجميع طلاب السكن للمشاركة في هذه المسابقة الرياضية، وهي كرة التكرة وكرة الطاولة وكرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة. وقد أشرف على هذه المسابقات والحمد لله عدد من الطلاب على اختلاف جنسياتهم. الحلق القرآنية. صارت هذه الحلق من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة بعد صلاة الفجر، ويشارك فيها جميع طلاب السكن، كما أنها أتاحت الفرصة للإخوة في حفظ القرآن، فهي أيضا تعطي المجال لتحسين قراءة القرآن لمن لم يحسن القراءة. خصص 3 منها مؤخرا للإقراء وتحسين التلاوة، استهدف فيها الضعاف وخاصة طلاب الدول المحتاجة لهذا. الجلسات الحوارية.
برنامج تعليمي تدريبي تقوى فيه لغة الطالب ويدرب من خلاله على أدب الحوار، حيث قسم طلاب السكن إلى مجموعات يراعى فيها اختلاف الجنسيات، فجعل لكل مجموعة رئيس ممن تميز باللغة وحسن التدبير، وطلب منه في الجلسة الافتتاحية أن يقسم رئاسة الجلسات في أسابيع الفصل على أعضاء الجلسة، ويعين معه اثنان من المساعدين في إعداد موضوع الحوار من كل أسبوع. كل مجموعة تتكون من 10 من الطلاب، وقد بلغ عددها 13 جلسة لقسم الإعداد و 9 جلسات لقسم الشريعة والتكميل، ومجموعها 21 جلسة. جلسات يجلسها الطلاب مرة واحدة في الأسبوع بعد صلاة العشاء تمتد 40 دقيقة. من المناشط المهمة التي لا تخلو منها مدرسة. وفي معهدنا الذي من مقاصده تعليم العربية، سعى الدكتور محمد الطيب حفظه الله إلى إيجادها لما لها من أهمية في تعليم العربية. وكذا هي منبر آخر يدرب فيه الطلاب على الخطابة والإلقاء، فكونت المجموعات الطلابية وقسمت على أيام الأسبوع في جو تربوي يسوده التعاون والتنافس، فيه تنمى الموهبة وتبرز، تشجع المبادرة وتدفع، فتنافس أعضاؤها وأبدعوا بمشاركات متنوعة. قراءة مجلد من كتاب صور من حياة الصحابة رضي الله عنهم. برنامج يلزم جميع طلاب السكن المشاركة فيه، وذلك بتوزيع المجلد الذي يحتوي بعض سير من كتاب صور من حياة الصحابة الذي ألفه الدكتور عبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله إلى جميع الغرف في كل أسبوعين، فيتم فيه التعرف على الكلمات الغريبة. وما أحلى هذا البرنامج حينما يتناقش أعضاء الغرفة للتعرف على معاني الكلمات الغريبة في المجلد، ويطلب فيه استنباط الفوائد وكتابتها. واختير هذا الكتاب لجمال لغته وعظيم أدبه، وهذا ما يحتاج إليه الطلاب. وسيعلن عن جائزة شهرية للغرفة الأميز في هذا البرنامج، عبارة عن رحلة أو زيارة أو غيرها كتزيين غرفتهم على حساب المعهد. التقرير السنوي للأنشطة الطلابية في معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا خلال العام الدراسي 1435 هجرية و 1436 هجرية. برنامج شعار الأسبوع. تقوم كل غرفة بكتابة الشعار ووضعه في المكان المخصص جانب باب الغرفة، وذلك كل أسبوع. ويصاحب هذا الشعار برنامج يقام داخل الغرفة مطابق لمقتضى الشعار، ويتم تكريم أفضل الشعارات في نهاية الشهر، ووضع مؤخرا مكان تبرز فيه الشعارات المميزة من حيث المادة والإخراج والبرنامج المصاحب للشعار. كتابة المقالات للمجلة الحائطية. مجلة شبه أسبوعية يتنافس فيها الطلاب على المشاركة بهدف الإثراء، بهدف الإثراء في لغتهم وقدرتهم على التعبير والكتابة. جلسة العشاء الأسبوعية.
جلسة يحرص على إقامتها بعض غرف السكن، يتم من خلالها زيادة الألفة والإخاء بين أعضائها، وكذلك مراجعة الأعمال داخل الغرفة. نادي التميز. نادي التميز في السكن الغرف التي أعيد تأهيلها، أعيد تأهيلها بالدهان والأثاث الجديد، وزودت بالحاسوب والبراد والمشروبات الساخنة والباردة، والتي يتنافس طلاب السكن في كل شهر تقريبا لدخولها بجمع أكبر قدر من درجات من خلال جدول يقدم لكل طلاب السكن بهدف إعانتهم في تنظيم أوقاتهم، حيث يقوم الطالب بجمع النقاط التي تؤهله لدخول نادي التميز في السكن بمتابعة وتصديق من رئيس غرفته. الرحلات. تنوعت الرحلات بتنوع الهدف منها، فتارة رحلة للمشرفين على السكن الطلابي لمراجعة الأعمال، وتارة رحلة متداولة لجميع طلاب السكن، وتارة رحلة للطلاب الساكنين في نادي التميز، وتارة رحلة للمتفوقين في المعهد، ورحلات علمية وترفيهية للفصول. برامج الرعاية والمتابعة. برنامج الرعاية والمتابعة لطلاب المنح. فكرة البرنامج يتم ذلك من خلال مجموعة من البرامج التي تنفذها إدارة السكن الطلابي بالتعاون مع الأقسام الأخرى في المعهد، وتنفذ كافة البرامج بإشراف مجموعة من الأساتذة. أهداف البرنامج: زيادة المعرفة بين الطلاب لتحصل الألفة واللحمة فيما بينهم، ويسهل التواصل بينهم عند عودتهم لبلادهم، وصنع القادة القادرين على اتخاذ القرار، وتدريبهم على العمل بروح الفريق الواحد، والتعرف على مشاكلهم التعليمية والإدارية والنفسية وتقديم العلاج لها، والتعرف على احتياجاتهم والسعي لتأمينها، والترويح والترفيه وتسليتهم في غربتهم، وكذا تدريبهم المباشر على القيام ببعض البرامج التعليمية والدعوية. برنامج ابن البيت معلما ومتعلما. برنامج يهدف لتبادل الخبرات بين أبناء السكن لتهيئة الطلاب وتدريبهم على التعليم الذي هو من أهم الأمور التي يعد لها طلاب المعهد، حيث تم توزيع استبانة عليهم لمعرفة ما يمكن أن يكون فيه الطالب معلما وما يحب أن يكون فيه متعلما، فكانت البداية من خلال دروس التقوية في اللغة العربية للطلاب المستجدين، فبلغ عددهم 72 طالبا، فتم تقسيمهم بناء على اختبار قياس لسبع مجموعات، كل مجموعة تضم 10 من الطلاب تقريبا. يقوم بالتدريس لهم 11 طالبا بواقع 3 حصص في كل أسبوع. روعي أن تكون هذه الدروس كالمراجعة للكتاب المقرر من كتب السلسلة، يضاف له واجبا بالتعرف على كلمات جديدة وحفظها.
التدريب على الحاسب وبرامجه. لما لعلوم الحاسب من أهمية في العلم وتعلمه، قامت إدارة التقنيات في المعهد بتأمين عدد من الأجهزة في صالة الجلوس العامة لطلاب البيت. يقوم على هذا البرنامج 12 طالبا، حيث خصصت ساعتان يوميا يجلس فيها المدربون بانتظار من يرغب في التدريب من الطلاب. ولزيادة الفائدة وتيسيرها، تم إضافة البرامج التعليمية من خلال العروض والمشاهد لهذه الأجهزة. مساجدنا أنقى وأجمل. بدأت لجنة النشاط الاجتماعي في المعهد لطلاب الإعداد اللغوي في السكن برنامجا لرعاية ومتابعة بعض المساجد القريبة من المعهد بهدف عمارة بيوت الله والعمل الدؤوب على نظافتها وصيانتها والاهتمام بها وقياما بشيء من دورنا تجاه المجتمع، إضافة لتكوين روابط الأخوة بين أهلها والمعهد. يتم ذلك بتشكيل فريق عمل جماعي للقيام بهذا البرنامج. التقرير السنوي للأنشطة الطلابية في معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا خلال العام الدراسي 1435 هجرية و 1436 هجرية. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأله سبحانه أن يجعل عملنا عملا صالحا ولوجهه خالصا ولمرضاته نائلا. وصلاة ربي وسلامه على إمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين، وبعد، فهذا التقرير السنوي لإدارة النشاط الطلابي والسكن بمعهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا، تقرير المقلين المقصرين، حسبنا فيه الاجتهاد، فإن أصبنا فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وإن أخطأنا فالكريم مثلكم يعفو. اجتهدنا نحن وكل من كان وراء هذا الجهد، بدءا من مدير المعهد ورؤساء الأقسام والأساتذة والعاملين جميعا وفقهم الله. اجتهدنا وإخواننا الطلاب على اختلاف جنسياتهم ومستوياتهم العلمية، فللجميع باسمنا خالص الشكر وصادق الدعاء بالتوفيق في الدارين، العاملين في مجلس النشاط الطلابي والسكن رجب سنة 1436 من الهجرة.